الخارجية الروسية ترى تصريحات النمسا حول السلام مع أوكرانيا بالإيجابية. نيهامر: لن أحرم أحدا من الكلام وأؤكد على حرية التعبير. دراسة تؤكد أن مدينة فيينا تتحول من عبوسة إلى ودودة. تلف 400,000 متر مكعب من الأشجار بسبب العواصف غرب البلاد. جبال النمسا الشاهقة تشهد أعلى درجات الحرارة في 140 عام. العثور على سارق متسلسل منتحرا في سجن فيينا كان يتنكر بالحجاب.